اهلا بحضراتكم من جديد. قلت لكم من بدري انه كل الكلام على مسحه كورونا وعلى اللعيبه ومين اللي هيدخل ومين اللي هيخرج ومين مش هيقدر ومين ايجابي ومين سلبي حديث الناس كلها. في الفاصل لقيت رساله ملحه جدا من الصديق العزيز السفير عزت بسيوني في لندن، بيقول لي ارجوك طمنا على الشناوي لانه الناس هنا كلها شافت اخبار في بعض المواقع ان الشناوي انبأ عن اصابته بكورونا. محمد الشناوي حارس الاهلي. عايز اقول لكم دلوقتي واحنا بنتكلم الشناوي بيتمرن في الملعب. في الفاصل كلمت الصديق العزيز جمال جبر مدير اداره الاعلام في النادي، قال لي انا بالصدفه موجود في الملعب بتفرج على التمرين والشناوي بيتمرن. فشفتوا فبركة بهدف إثارة الناس ومحاولة هز الاستقرار واصلة لفين؟ للأسف ده بيتكتب في مواقع ومواقع خاصة بجرايد كبيرة. لكن الغرض مرض مش كورونا، الغرض أشد من كورونا للأسف. ربنا يشفي الجميع ويطمن كل الجماهير عن كل اللعيبة، تمنينا الشفاء للعيبة الزمالك زي لعيبة النادي الأهلي، لأن احنا في النهاية يا جماعة هذه مناسبة رياضية، دي مباراة. صحة الناس وحياة الناس قبل أي حاجة، وما تستحقش أبداً المباراة مهما كانت بطولتها أو أهميتها أو مناسبتها إن احنا نتمنى حاجة سيئة لحد. ربنا يشفي كل لاعبتنا جميعاً ويشفي الناس كلها بإذن الله تعالى من هذا الغرض المرض.